القرآن طبعا أشار إلى الإحسان إلى المساكين بما هو أكثر من الزكاة. يعني لنفترض إن الزكاة لم تكفي، لأن الزكاة اللي بتجمع قليل، فوجب على الأغنياء أن يعطوا المساكين من الصدقات، وجب أن يأخذوا زيادة عن الزكاة حتى يلبوا الحاجات الضرورية لهم. ونلقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمر في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وهنلقى في الآية الجامعة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه مين؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن المسكين والفقير هنا إذا لم تكفيه الزكاة وجب مساعدته من أموال الصدقات والمساعدات العادية فيما هو زائد عن الزكاة.